رجعوا للدار اللي شدات هيبة، ولكن هي هربت منه واخا بقى كيدور بها بلا ما يهضر وكيتحرك حداها عادي، باغي غير يهضر لكن ما عطاتوش فرصه، غير كتمشي وتجي من قنت لقنت. خلاته غير كيدور في عينيه، دخلت البيت وسدات عليها هي تمها تهضر معاها بيناتهم والو، قصحت راسها سدات عليها بوحدها حيت ولادها بغاو يباتوا حدا باهم. خلاتهم ولكن الليل كامل وهي كتمشي وتجي خايفه يدير لها ما دارت ليه. الصباح فقط هي الاخر لقاتهم جالسين كيفطروا، امها قامت بالواجب الصباحي مع الدراري، جلسات حداهم كتحك في ودنيها ومبغاش تشوف جيتو، حتى هو كيهضر مع امها ويضحك مع ولادو غير بشويه ما كيشوفش جيتها. سمعتهم كيهضروا وسمعت ولادها داوين على لابيسين، وهي تلفت قالت فين غيمشيو، هز البراد كيعمرها تاي وقال بلا ما يتلفت عندها اكوا بارك يلعبوا شويه. عقدات حجبانها وسكتات غير فطروا نهضوا باش يمشيو، وجدات راسها باش تمشي حتى هي معاه، وحتى امها زحمتها في البيت كتقلب على شنو تلبس، حوايج صيفيين ديال البحر وديال لابيسين. ونزلوا للطوموبيل، ركبات القدام معفره وركبات امها الهور مع الدراري الصغار، مشاو لابيسين تحت مظله قصبيه مفرشه فوطه فوق مقعد وجالسه كتمنظر في ولادها كيتزلقوا على الطوبوغو في لابيسين ديال الاطفال اللي مقابل معاه ومعهم ياسين في المحاضيهم. اما هي لابسه دوبياس في الاسود وفوقهم كاشمايو طويل فضفاض مايل من الكتف انيق وطالقه رجليها حدا امها اللي مجبده كتشمش عاجبها الحال. شويه ناضت امها قفضات ديك الفراشه ونزلت عندهم قدام عينين هبه اللي حاضيه، بان ليها ياسين جهتها راجع وخلى امها حاضيه البز وجلس حداها كيمسح بالفوطه ويشوف فيها ابتسامه مخفيه. اعطيني ديك قرعه الماء عافاك، هزاتها بالنفخه عطاتها ليه بلا ما تدور جهته. شرب وناض عند امها هضر معاها وشارب يدو ورجع عند هبه مد يدو وقال اجي بغيت نهضر معاك، ما جاوبتش وما تحركتش ما شافتش جهته كاع، شد لها في يدها وقال نوض اجي نهضر معاك، جرات يدها وقالت ما فيا اللي نوض واجي معايا بركه من العكز، جرها وداها شد لها في يدها شويه عنقها بيدو وقال مالك دايره لينا حاله ياك لاباس، بعدت راسها وقالت ما تحطش عليا يدك المحكمه بيناتنا، جرها بالجهه تلصق جنبها مع جنبه وقال ديجا قلت لك ما تفرقني معاك غير الموت، ودابا بلا ما دير ليا فيها محكمه واستئناف وداكشي. بعدت كتعوج وتطلع وتهبط فيه وقالت شادة الضحكه سير 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 عند اختك ياك هي احسن مني علاش مازال تابعني. جرها من صبع يدها عنده وعنقها غادي وكيهضر واش انتي راه ما مفاكش معاك، طيري تنزلي ما غاديش نتفاك معاك، ميلات وجهها للجنب وهي تحت يدو كتسخط على راسها شاده الضحكه، فين هي ديك التعفيره بنت الحرام فين، مال الضحكه شادها ما بغاتش تطلق منها، ينعلبو اللي تقفل النفخه غير جوج كلمات فشات ولات تعواج فين وما تخرج العينين، دابا اللي احتاجتهم ما لقاتهمش، يخين على حسي ما كنعرفش نمثل. اللي كيحس بيه القلب كيبان على الوجه، وهي قلبها فرحان ما قدرتش تبدل ملامح وجهها واخا كتحاول، فين ما تبغي تبعد كيجرها عنده ويزيرها، جلسوا بعاد فوق ناموسيات مستفين في الهواء الطلق، قلبات وجهها ما بغاتش تشوف فيه حيت الا شافت فيه غتبدا تضحك، اما هو حشمان من داكشي اللي دار وما عارفش كيفاش يدخلها، يمكن هو براسو تلف كما هي تالفه، دار يدو مور ظهرها وقال صافي دغيا هزيتي الدراري وهربتي وباغا تبعدي عليا هذا هو الحب، نسيتي شكون انا، هزات كتافها وقالت وشكون تكون في ملك الله كاع، ابتسم وكيشوف فيها وهي كترمش بعيد وقالت ياسين انا ماشي بهاد السهوله غتجي وتسرتكي كلشي، راه بيناتنا عشره وبيناتنا وليدات وما دوزناش قليله هيبه، انا وانتي بالخصوص صعيب نتفارقوا، واخا كيجيبك الله ساهل نبعدو وكل واحد يعيش بوحدو، لكن فاش كنوقفوا على الصح ما غنقدروش، تقدري تشوفيني مزوج وحده اخرى، بقات ساكته انا بعدا ما نقدرش مستحيل نتقبلها وما نقدرش نتخيل حياتي بلا بك، هزت كتفها وقالت ياك انت بفمك جريتي عليا ولا نسيتي، انا ما عقلتش كاع ديك الساعه شنو قلت لك ومنيتك انا غنجري عليك وراه جريتي عليا، مالك ما قلتيش ليا الباب اللي بغيتي تمشي، ماشي لخاطري راك عصبتيني وما عجبنيش الحال تقول لي ما تصلحش تكون اب، واللي بان لك ما صالحش نصلحوه، حتى انا كنت معصبه فاش شفت البنت داخله مهرسه ما بقيتش عاقله شنو قلت،
هز راسو يديه وقال: انا بعدا صدمتيني فيك، مور داكشي بقيت كنقول واش هيبه هادي، واش انتي فعلا تهضري معايا بديك لا فاسون؟ صراحه صدمتيني. انا بعدا ما تصدمش، اصلا ديجا مشيتي وخليتيني، وكون ما كنت حامله محال واش كنتي غترجع. ماشي كاع اللي كنكونوا باغينو كنلقاو، ما كنتش باغي نطلقك من الاساس، بزز مني وكلشي راه داز على عينيك، راكي عارفاني مزيان وشارباني، انا حافظك مزيان كتر ما انتي حافظه راسك، كتعاماي وصافي، عارفاني كنبغيك وعارفاني ما غاديش نتفرق معاك، وفاش حملتي جيت لقيت سبب باش نرجع. انا اصلا ما كنتش راضي على الطلاق، ولكن انتي دابا كتبيني ليا شي حوايج بشكل. تلفتات وشافت فيه بحالاش، بحال الهربة اللي هربتي والهضرة اللي قلتي، وما نويتش انا كاع تخرجي بلا ما ديري الحس، وانا كاين في الدار مصورك بواحد الصورة في شكل وغادي معاك بالنية، لكن انتي بديتي كتخلعيني، هادشي كامل قادرة عليه وغادي يطرف عي دعوة ديال الطلاق. كل شي سهل عندك، راه غير ما بغيتش نقصح معاك راسي ونشد معاك الضد، انا راكي عارفاني اش كنسوى الا خرجت العيب، وهنا بان شكون كيبغي الاخر دابا وشكون اللي محافظ على هاد العلاقة. جاوباتو عينيها مغرغرين: انت اول مره تهز عليا يدك وبسبب اختك، كون غير بسبب شي حاجه اخرى بعدا وفضلتيها عليا، هي باش تبقى على خاطر هدرتي فيا اللي بغيتي. دورت وجهها وكتبكي، طيحت عليه الطيم، حسته كانه قتل ليها روح، جر ليها راسها بشويه عنده وهي كتبكي، حطت جبهتها على صدره وقال: واش اختي درت عليها اللي درتو عليك انتي؟ انتي غامرت معاك لاقصى الدرجات، كيفاش جاتك نفضل اختي عليك؟ انا ما نويت فيها والو، وانتي بلاصه ما تجي تهضري معايا بشويه تفهميني مناش خايفه وشنو كيدور في راسك، بديتي كتغوتي. اعد حاجه عندي انا هي الغوات، ما غاديش توصلي شنو بغيتي بالغوات، وغير غتخليني نشد معاك الضد وصافي، على والو، على الخوال خاوي. يلا صافي دابا وصافي، سمحي لي اخر مره نهز عليك يدي. رضاها بطبيعه الحال، ووعدها عمرو يدير شي حاجة هي ما مرتاحش فيها، خلاها على خاطرها ورجعوا بجوج عند ولادهم يكملوا الطريق اللي بداوها، واخا غير مرغوب فيها من عائلته، لكن يكفيها حبه لها ورغبته في البقاء معها واهتمامه بها وبولاده. سال الكونجي ديالو وجمعوا حوايجهم وهزوا وليداتهم، رجعوا بحالهم يبداو عام جديد، ولا بد من مشاكل ومن صراعات مع الحياة، ولازم من الصبر باش يقدروا يكملوا بجوج. كانت هذه قصة هبة، شخصية واقعية من بين بزاف ديال الشخصيات اللي دازوا من ظروف صعبة عمرهم كانوا كيتخيلوا يدوزوا منها، حياتهم شبه مسلسل عمرهم كانوا كيتوقعوا يكونوا هما الأبطال فيه، لكن خاص يكون يقيننا بالله وما نفقدوش الأمل مادام مازال فينا الروح كتطلع وكتهبط، وما نساوش إن بعد العسر يسر. هبة كتمثل بزاف ديال البنات وديال النساء اللي كيتعرضوا للعنف وكيتعرضوا للاغتصاب، وبدل ما ياخدوا حقهم ويبقى راسهم مرفوع، لا كيفرض عليهم القانون انهم يتزوجوا. حتى الشخص اللي لو كان صالح نيت ما كانش غادي يرتكب هذه الجريمه، اللي لو كان صالح نيت ما كانش غادي يتعدى على بنت كترجعه، كيفرض عليها تزوج بواحد شمكار مدمن حشيشي كاع الموبقات كيديرهم. في نظركم بحال هاد الشخص اشنو غادا تجيب منه؟ اكيد غادا تجيب منه غير ولاد بحاله. نتمنى هاد الظاهرة تنقارض من المغرب، ونتمنى هاد المرأة تنصف اكتر، لان مازال حقها مهضوم. كنشكر الناس اللي تبعوا معايا هاد القصة من اولها لاخرها، وكنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة وعلى التشجيعات ديالكم، سواء الناس اللي اتصلوا بيا ولا اللي خلاو ليا كومونتير. كنقول لكم الله يخطيكم عليا، بكم باش غدا نكبر، وبكم باش غدا نزيد القدام. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وديروا اعجاب بالفيديو وكومونتير، وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. تلاقوا عما قارب في قصة جديدة واحداث جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.